بالنسبة للأطفال الألماني اليوم تم تسليلهم للوفد الألماني. الوفد الألماني كان برئاسة ممثلة رئيسة الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الألمانية. طبعا بالنسبة للتواصل، التواصل عادة يتم بين وزارة الخارجية الألمانية ودائرة العلاقات الخارجية في شمال شرق سوريا، الإدارة الذاتية. تم التواصل منذ فترة وتم اليوم تسليم بناء على هذا التواصل 4 أطفال.